العراقية الإخبارية نشرة الأخبار بدايتها من العناوين. مجلس النواب يعقد جلسته السبت المقبل وقانون تمويل الانتخابات التشريعية يتصدر جدول أعمالها. تجدد التظاهرات في السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب وحكومة الإقليم تلجأ للاقتراض لصرفها. العمليات المشتركة تعلن قضاء سنجار خاليا من المظاهر المسلحة والشرطة المحلية تتولى الأمن فيه. العراق ضمن مرفق جابكس حجز لقاحات ل 8 مليون مواطن عراقي ما يمثل 20% من سكان العراق. الصحة تحجز لقاحات ل 8 ملايين مواطن وكورونا يغيب النائب علي العبودي إثر مضاعفات إصابته بالفيروس. السلام عليكم. يعقد مجلس النواب السبت المقبل جلسته 24 لمناقشة وقراءة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب. جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين، فضلا عن قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى. إجراءات واستعدادات متواصلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي في وقت أعلنت فيه منح 230 شهادة تأسيس لأحزاب جديدة، فيما لا يزال 78 حزبا آخر قيد التسجيل، فضلا عن الأحزاب الأخرى التي لم تتقدم بعد. 230 حزبا نال إجازة التأسيس رسميا وتستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، فيما ينتظر 78 منحهم إجازة التأسيس في وقت رفضت المفوضية طلبات 99 حزبا بسبب عدم استيفائهم شروط التأسيس. بلغ عدد الأحزاب السياسية التي منحت شهادة تأسيس بموجب موقف تسجيل الأحزاب السياسية الأسبوعي الذي تنشره المفوضية في موقعها الرسمي الإلكتروني نحو 230 حزب سياسي، وما يزال نحو 77 حزب سياسي قيد التأسيس. مراقبون للشأن السياسي يرون أن هذا العدد الكبير من الأحزاب أمر طبيعي في ظل حرية التأسيس والتعددية الحزبية، ويعكس هذا العدد رغبة التيارات السياسية في المشاركة بالانتخابات، لا سيما بعد التطورات التي طرأت على المشهد السياسي بعد أحداث تشرين وصعود تيارات جديدة. وفقا لطبيعة المعادلة العراقية ليس أمرا غريبا، لأن العراق بلد في وضعه السياسي، في وضعه الاقتصادي، في وضع تفكيره وتفكير نخبه هو وضع فضفاض، وبالتالي يتيح الفرصة لأن تتحرك قوى متعددة، تيارات متعددة، أحزاب متعددة، جهات قومية وطائفية وعرقية باتجاه أن تهيئ نفسها للانتخابات المقبلة، وهنالك طموح خاصة بعد أحداث تشرين. أحداث تشرين مهدت الأرضية لتفكير عميق مختلف عن التقليدي، وبالتالي هنالك رغبة لدى فئات اجتماعية عديدة في أن تشارك في الانتخابات وتغير المعادلة. فيما يعزو بعض القانونيين كثرة الأحزاب المشاركة إلى سهولة التعليمات والشروط الخاصة بتأسيس الأحزاب التي وردت في قانون تأسيس الأحزاب السياسية. أسباب تشريعية وأسباب عملية هي التي تمنع من إيقاف هذا المد الهائل من الأحزاب التي ستشكلت والتي ستشكل مستقبلا، رغم أن الانتخاب هو سيتم بالترشيح الفردي. ولهذا فإن مجلس النواب مطالب بأن يعدل قانون الأحزاب السياسية، وكذلك مجلس المفوضين مطالب بأن يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب تحد من هذا العدد المغالى فيه في عدد الأحزاب. وبحسب لوائح المفوضية فإن باب التسجيل سيبقى مفتوحا حتى قبل 5 أشهر من موعد الانتخابات، ما يعني أن العدد الحالي للأحزاب المرخصة مرشح للزيادة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.
شهدت السليمانية اليوم خروج تظاهرة احتجاجا على تأخر رواتبهم وتأجيل دوام المدارس، داعين حكومة الإقليم إلى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم واردات النفط والجمارك. تجدد التظاهرات جاء رغم تعهد حكومة إقليم كردستان بتوزيع رواتب موظفي الإقليم اليوم. وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إن حكومته ستسد العجز عن طريق الاقتراض لحين وصول الرواتب من بغداد. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من السليمانية مراسل العراقية الإخبارية سيف حقي. سيف، إن كنت تسمعني مرحبا بك. المعطيات لديك، يعني هل تشير إلى استمرار الاحتجاجات لعدم صرف رواتب الموظفين؟ نعم، كما تعرف ويعرف الجميع بأن أزمة رواتب موظفي الإقليم باتت يعني حديث الشارع الكردستاني والسليماني، خصوصا بعد تأخر صرفها وبعد إقرار مجلس النواب في أو البرلمان هنا في إقليم كردستان استقطاع 21% من يعني الرواتب اللي أصلا هي متأخرة. دعا كل هذا إلى حراك كبير وشعبي في محافظة السليمانية، وقبل يومين من الآن لربما في الأيام السابقة انخفضت وتيرة الاحتجاجات، لكن قبل يومين من الآن كان هناك بيان لاتحاد معلمي السليمانية بضرورة التجمع وإقامة وقفة احتجاجية كبيرة في وسط المدينة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة. وبعد يعني يوم أمس تم هذا التجمع وهذه الوقفة الاحتجاجية من قرب أحد مراكز مدينة السليمانية، ولا يعني بعد ساعات ازداد هذا العدد وتوجه إلى وسط مدينة السليمانية لتكون هناك وقفة احتجاجية كبيرة، ورفعوا من خلالها لافتات تطالب بضرورة حل أزمة الرواتب من خلال يعني باب أولا حكومة الإقليم، وكذلك من خلال يعني وضع حد لوضع الحكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية والإيفاء بالوعود تجاه الحكومة الاتحادية لصرف الرواتب. هذا جانب. الجانب الآخر، اليوم أيضا تجددت المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية في وسط مدينة السليمانية، وبصراحة اليوم كان العدد لربما أكبر، وهذا مما دعا اللجنة الأمنية العليا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لعدم يعني حدوث مشاكل ربما هنا أو هناك أو حالات تدخل بين العناصر المندسة هناك، وهذا ما حدث مع الأسف، لكن حدث بشكل يعني قليل جدا. وتوجهت عناصر قوى الأمن الداخلي إلى مكان التظاهر وحوطت المكان بالكامل واتخذت إجراءاتها يعني الآنية. وبعد عدة ساعات من هذه التظاهرات كان هناك اجتماع للجنة العليا الأمنية في السليمانية، وأصدرت عدة قرارات يعني من شأنها وأهمها هو أولا عدم يعني أي تظاهرة تحصل هنا في السليمانية إلا بموافقة مجلس محافظة السليمانية، عفوا إدارة محافظة السليمانية أو قائم مقامية المدينة. وكذلك كان هناك قرار آخر يمنع أي تجمع غير قانوني وسيعامل من قبل القوات الأمنية ضمن القانون وضمن شروط اللجنة العليا التي أقرت هذا اليوم. كل هذا جاء نتيجة يعني استمرار الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية وكذلك بعض الاعتصامات حتى في الدوائر الرسمية. بصراحة اليوم هناك حديث كبير وواسع هنا في يعني كافة يعني مناطق مدينة السليمانية حول ليس فقط حل يعني ليس فقط توزيع الرواتب، وإنما حل جذري لهذه المشكلة. خاصة اليوم يعني كان هناك قرار من قبل حكومة إقليم كردستان بتوزيع الرواتب، ويعني فعليا اليوم وزعت بعض الوزارات رواتبها خاصة للملاكات الصحية ولقوى الأمن الداخلي، يعني كان هناك توزيع لهذه الرواتب، لكن اليوم يرى الشارع السليماني والحراك هنا في مدينة السليمانية بضرورة سيف حل سيف جذري، وكان سيف هناك ترحيل يعني من قبل نعم من قبل المواطنين وكافة نعم يعني سيف الشرائح. سيف، ما هي الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة إزاء هذه التظاهرات؟ حسب ما ذكرنا أنه رئيس الحكومة ذكر أنه سوف يتم تسديد هذه الرواتب عن طريق الاقتراض. نعم، قبل يعني 4 أيام من الآن كان هناك قرار لحكومة إقليم كردستان بأنها ستوزع الرواتب في هذا اليوم إذا أرسلت بغداد الـ 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 يعني
الحصة من الرواتب أم لن ترسل، وهذا جاء من خلال الاقتراض كما صرحت حكومة إقليم بهذا الخصوص، وأكدت بأنها ستستمر يعني في حال توفر السيولة المادية يعني التمويل كذلك ستستمر بصرف الرواتب. حكومة الإقليم في أربيل لم تتخذ إجراءات بهذا الخصوص، لكن الحكومة المحلية في محافظة السليمانية اتخذت كما قلت بعض القرارات لتدارك الموضع، خاصة بعد امتداد التظاهرات كما قلت من وسط يعني من أطراف وسط مدينة السليمانية باتجاه مركز مدينة السليمانية، وأحد أهم الأسواق اليوم غلق بالكامل بسبب هذه التظاهرات وهذه الوقفات الاحتجاجية التي طالبت كما قلت بضرورة حل جذري وليس ترقيع لعملية صرف الرواتب. نعم، مراسل العراقية الإخبارية من السليمانية سيف حقي، شكرا لانضمامك معنا. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد قريبا لبحث المشكلات العالقة. وقال بارزاني خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس إن الإقليم طالب المركز بحصة 17% من الموازنة العامة، مشيرا إلى أن المشكلة مع بغداد ليست مسألة الرواتب فقط. انفراجة مرتقبة لصرف رواتب موظفي كردستان بعد أن أعلنت حكومة الإقليم الاتفاق مع بغداد على توزيعها، إذ قدم رئيس الوزراء خطوات لتذويب الخلافات ووضع اتفاق جديد بين بغداد وأربيل. خرج به رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بعد انتهاء اجتماع مجلس وزراء الإقليم اليوم حول الخلاف بين بغداد وأربيل، حيث أعلن عن بدء الإقليم بتوزيع رواتب موظفيه يوم غد بعد اتصال قام به مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى خلاله وعدا بحل موضوع إرسال الرواتب في الأيام المقبلة، وفي حال عدم إرسالها لأي سبب كان سيلجأ الإقليم إلى الاقتراض لحين وصول الرواتب من بغداد. حكومة سيد كاظمي قدم بخطوات لحل الصراع أو النزاع بين كلا الطرفين، يعني بالتالي راح يكون هنالك اتفاق بين كلا الطرفين ويدرج في قانون الموازنة. وكان مجلس النواب قد اشترط في قانون تمويل العجز المالي تسليم حكومة الإقليم الواردات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية مقابل تسديد رواتب موظفي الإقليم نتيجة لعدم التزام الإقليم بالاتفاقيات الثنائية بين الجانبين طيلة السنوات الماضية. وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن استعداد إقليم كردستان إلى تسليم 250 ألف برميل يوميا و50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد مقابل إرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار مستحقات رواتب موظفي الإقليم، لكن هذا التجاوب جوبه أيضا بشكوك واعتراض العديد من الأطراف. الاتفاق مع الإقليم يحتاج أكثر من اتفاق سياسي، السياسي يجي بعدين، وهو اللي يعيق الوصول إلى اتفاق هو أنه كل الاتفاقات السابقة هي على أساس سياسي. المسألة يراد لها اتفاق فني، كل النفط يجي من حقول كركوك وليس من الإقليم، الحدود الإدارية للإقليم. ومع غياب التوافق السياسي فإن إدراج الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ضمن قانون الموازنة قد يؤخر إقرارها ويعقد مساعي الكاظمي لطي صفحة الخلاف بين المركز والإقليم. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. نفى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر وجود ربط بين إقرار الموازنة العامة وتوزيع الرواتب. كوجر أشار خلال حديثه في برنامج المحايد إلى أن الموازنة ستكون تقشفية ومختصرة ومعظمها تشغيلية، مبينا أن تمديد الفصل التشريعي للبرلمان سيكون حتميا من أجل تمريرها. قضية الذهاب إلى العطلة التشريعية بدون إقرار الموازنة حسب النظام الداخلي، متى ما أتت الموازنة فلا عطلة تشريعية والمجلس سيتفرغ لتمرير الموازنة. الربط بين توزيع الرواتب وبين إقرار الموازنة هذا الكلام غير دقيق، يعني
في أغلب السنوات تجاوزنا الشهر الأول، وأتذكر في موازنة 2019 تجاوزنا الشهر الثاني، دخلنا في منتصف الشهر الثاني يلا تم إقرار موازنة 2019. تحدثت تسريبات من القانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 عن صرف 70 مليار دولار للنفقات التشغيلية و50 تريليونا منها للنفقات الحاكمة. خبراء تحدثوا عن دفع العراق ما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويا نتيجة الديون الخارجية. بعدما تحدثت التسريبات الأولية عن أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تشكل فيها الموازنة التشغيلية ما يقرب من 70 مليار دولار، 50 تريليون منها تذهب على شكل نفقات حاكمة، حصة المرتبات فيها 40 تريليون دينار، أما البقية فتذهب إلى البطاقة التموينية وتغطية أمور أخرى. هناك ما لا يقل عن 8 مليار دولار من الفوائد تدفع سنويا نتيجة مديونية العراق الخارجية، فهذه الالتزامات ستؤدي إلى تقليل المرونة المالية في عملية تغطية النفقات. 42 فقرة أساسية تحتاجها الدولة كنفقات حاكمة، سواء كانت هذه النفقات صحية أو تدفع لدوائر الدولة، في وقت تشير فيه التسريبات إلى أن الإيرادات النفطية في مشروع الموازنة تشكل أكثر من 90%. العراق يحتاج إلى وضع حلول، هذه الحلول على أقل تقدير يضع سعرين تخمينين لتصدير النفط، وحسب التسريبات الأولية هذا ما جرى بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط، سيكون النفط 41 دولار فما دون فقط لتغطية النفقات التشغيلية. إذا ما تعدى الـ 45 دولار سعر البرميل النفط الواحد ستكون هناك أمور استثمارية ضمن موازنة عام 2021. أوساط نيابية تحدثت عن الأبواب التي حملها مشروع الموازنة وآلية توزيع النفقات الحاكمة. هذه النفقات حاكمة يعني يشترك بها الإقليم والمحافظات، وهذا يعني اختصاص وصلاحية الحكومة ووزارة المالية في يعني توزيع هذه التخصيصات على المؤسسات السيادية اللي هي تعتبر من نفقاتها من النفقات الحاكمة. الموازنة عبارة عن خطة مالية ترسم لفترة محددة تحتوي على إيرادات ونفقات لتحقيق أهداف تنموية في البلاد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. من جديد حياكم الله. أوصت اللجنة الأمنية العليا في ذي قار بحماية الحراك السلمي والعمل الجاد من أجل استقرار الأمن في المحافظة. إعلام المحافظة ذكر أن اجتماعا عقد بحضور وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة ومحافظ ذي قار، رئيس اللجنة وقائد شرطة المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية لبحث آخر مستجدات الوضع الأمني، وطرح المجتمعون عددا من الرؤى والحلول والمقترحات لمجمل القضايا العالقة التي من شأنها استتباب الأمن والسلم المجتمعي لأبناء مدينة الناصرية. مباشرة من محافظة ذي قار ينضم معنا قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم الجابري. سيادة اللواء مساء الخير، ما أبرز مخرجات الاجتماع الأمني اللي انعقد اليوم بحضور وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة؟ أخي مساء الخير عليك وعلى كافة مشاهدينا. اليوم بالحقيقة كانت زيارة السيد وكيل شؤون الشرطة، كانت دعم إلى كافة القوات الأمنية المتواجدة حاليا، واللي كانت يعني مهمتها هي حفظ الأمن في محافظة ذي قار واستتباب الأمن، وأن تكون الأوضاع تعود إلى طبيعتها ليطمئن المواطن وأن تكون الحياة طبيعية جدا. بالحقيقة هذه الزيارة اليوم كان لها دعم أيضا معنوي قوي جدا بخصوص هذا الموضوع، وكانت هناك توجيهات جديدة وجه بها السيد وكيل شؤون الشرطة
أكيد يعني كانت أنه تحت إشراف معالي السيد وزير الداخلية المحترم وتوجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم. كانت لها آثار جيدة فعلا من خلال عقد اللقاءات مع كافة منتسبينا وكافة الضباط ودعمهم، أنه من أجل تحقيق الأمن في هذه المحافظة العزيزة. محافظة بيقار هي محافظتنا وأهل بيقار أهلنا، وإن شاء الله راح نكون العون وتسندهم من أجل تحقيق الأمن في هذه المحافظة العزيزة. طيب، ما هي الإجراءات اللي اتخذتها الشرطة لحماية المتظاهرين، وكيف تم التعامل مع عودة المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي؟ بخصوص الأخوة المتظاهرين المسلمين، أكيد يعني هم أخواننا وغدنا وأبنائنا، فأكيد وجود القوات الأمنية اليوم لحماية المتظاهرين المسلمين اللي كانت لهم مطالب شرعية وهذا حق دستوري مكتوب لهم بالدستور، فأكيد تواجد القوات الأمنية هو راح يكون سند ودعم لغرض حماية التظاهرات. نعم، الشكر الجزيل لقائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم الجابري. شدد البيان الختامي لمؤتمر حشد العتبات الأول في كربلاء المقدسة على منع مقاتليه من ممارسة النشاط السياسي والترشح للانتخابات، مؤكدا الحفاظ على منجزات النصر وسمعة المجاهدين عن كل ما يلوث سمعتهم. وطالب البيان بإعادة المفسوخة عقودهم ومساواتهم مع أقرانهم في القوات الأمنية وتوفير بيوت لائقة لعائلات الشهداء والجرحى والابتعاد عن الروتين. وذكر البيان أن بناء الدولة يبدأ من محاربة الفساد ومحاسبة رؤوسه التي أوغلت في سرقة حقوق الشعب، وعلى متصدي المواقع التنفيذية أن يعوا خطورة المرحلة ويجعلوا نصائح المرجعية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن تأخر إتمام خطوات ربط حشد العتبات بالقائد العام يؤثر بشكل مباشر على أداء المقاتلين. أكدت قيادة العمليات المشتركة أن قضاء سنجار بات خاليا من جميع المظاهر المسلحة. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية إن الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارجه لمسك الحدود العراقية السورية. أعلنت خلية الصقور الاستخبارية عن اعتقال 11,000 مطلوب ومنهم بجرائم إرهابية وجنائية وقضايا ابتزاز وتزوير خلال الأشهر العشرة الماضية. رئيس خلية الصقور أبو علي البصري ذكر أن العمليات النوعية جرت في مناطق بغداد وحزام أبو غريب وصلاح الدين وديالة وفي غربي البلاد وجنوبها بإشراف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، مبينا أنه تم أيضا قتل الإرهابيين المنفذين للهجوم الإرهابي في برج المراقبة للجيش بمنطقة الزيدان في أبو غريب الشهر الماضي. أعلن وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تواصل الوزارة مع العديد من الشركات العالمية لتأمين لقاح كورونا، مشيرا في تصريح للعراقية الإخبارية إلى حجز لقاحات لثمانية ملايين مواطن. العراق ضمن مرفق جابكس حجز لقاحات لثمانية مليون مواطن عراقي، ما يمثل 20% من سكان العراق. أيضا بدأت بوادر ل مراحل متقدمة لإنتاج فايزر، اليوم أمس أعلن عنه في بريطانيا وإقراره عن طريق بريطانيا لاستخدام هذا اللقاح. العراق متواصل مع شركة فايزر، متواصل مع شركة أسترازينيكا. العراق اليوم كمل كل الضوابط اللازمة لاستلام هذا اللقاح والتعاقد على هذا اللقاح. يوم أمس عرضنا الموضوع في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تم الموافقة على قرار اللجان الاستشارية بالضوابط اللازمة لاستقبال هذا اللقاح. أسترازينيكا قدمت لنا عرض
استلام هذا اللقاح، وكان العرض هو تسليم لمدة شهر أو شهرين. بالنسبة إلى فايزر حددت موعد شهر آذار لتسليم العراق هذا اللقاح، والآن اللجان الاستشارية تعمل مع الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء التعاقد مع هذه الشركات. بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا، توفي عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة علي العبودي إثر مضاعفات إصابته بالفيروس، حسب ما أفاد بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وكشفت الوزارة أيضا في الموقف الوبائي اليومي عن تماثل 1550 حالة، لتبلغ نسبة حالات الشفاء أكثر من 87%. يعد اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة لتعزيز حقوقهم في وقت تتعهد فيه السلطات بمعالجة المعوقات التي تواجههم في مختلف المجالات، لا سيما التعليم والتوظيف. 4 ملايين معاق مسجل لدى الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، احتفت بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وسط تأكيدات بتعديل قانونهم بما يضمن الحقوق وفق المعايير الدولية. الوزارة جادة تماما في متابعة قانونكم. القانون الآن وصل إلى مراحل متقدمة وسينجز بالقريب العاجل إن شاء الله. قانون هيئة الدولي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعدل، يعني قانون معدل وفق الاتفاقيات الدولية والمواثيق كذلك الدولية التي انضم إليها العراق. هذه الحقوق يجب أن تضمن بالقانون حتى تستحصل الحقوق وفقا للقانون وليس وفق لتوجيهات أو إرشادات فقط. رعاية هذه الشريحة من المجتمع تمثل مسؤولية جماعية، إذ إن المادة 16 من قانون 38 يمنح ذوي الإعاقة حقوق التعيين بنسبة 5% في القطاع العام و 3% في القطاع الخاص، ما يغنيهم عن الإعانات الشهرية التي تقدمها الوزارة. احنا نتحدد شعاب المعاقين، أنا الآن على كرسي متحرك لكن أشق طريقي، وأيضا المعاقين بفئاتهم وبأنواع الإعاقات الموجودة وخصوصا الحركية منهم اللي يمثلون بحدود 70% من الإعاقات، هم عناصر فعالة في المجتمع. الأشخاص ذوي الإعاقة درسوا وحصلوا شهادات وأصحاب مهارات وإمكانيات، نتمنى من المؤسسات بهذا اليوم أنه توصل رسالتنا للكل أنه يباعون بعين الرحمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية. وتؤشر الإحصاءات أن 70% من ذوي الاحتياجات الخاصة هم من المعاقين حركياً، يسعون للاندماج في مختلف المجالات وتتجدد احتياجاتهم وتتعقد مع تطور هذه الحياة. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية. حمل رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، حمل الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم مسؤولية فوضى النقل التلفزيوني لمباراة الدوري. الونان أشار إلى أن اللجنة رفعت أسعار مباريات نقل الدوري إلى ما يقارب من الضعف عن العام الماضي، وإنها لم تتعامل بمهنية في ملف نقل الدوري عبر القناة العراقية الرياضية، مضيفا أن التطبيعية لم تفكر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة ولم تفكر في الجمهور الرياضي. هذا وأثار قرار الهيئة التطبيعية بخصوص ملف نقل مباريات الدوري الممتاز استياء الوسط الرياضي الذي أعرب عن امتعاضه من الطريقة التي تتعامل بها الهيئة التي ستحرم الجمهور من متابعة مباريات الدوري. يعني أكيد احنا القناة العراقية هي القناة الأم واللي أعتقد أغلب العراقيين يتابعوها،
فالمفروض كانت هي اللي تكون تنقل المباراة الدوري. العقد اللي صار وياها مع شركة الأضواء المفروض كان فد عقد يعني فد مبرم بيناتهم فد اتفاق حتى أو أي جهة من خلينا نقول جهة عليا مثلا السلطة العليا الدولة تقدر تقول مثلا شبكة الإعلام تدخل وياهم بالمزايدة وتشتريها هي كحق يعني مشروع كدولة وبالسعر اللي تريده وتبيعها للشبكة العراقية حتى الشبكة العراقية تبث لمن؟ تبث عن طريق الخبر العراقي الرياضي. نقدم عتبنا مباشرة للتطبيعية. ليش؟ لأن أي شخص أي مواطن أي رياضي شارع الرياضي متعلم على العراقية من يفتح التلفزيون لازم يشوف العراقية. هسه بهاي الفترة بعد التطبيعية بعد التعاقد ويا شركة الأضواء يوم يطلعون اللعبة مباوع نتفاجئ بالعراقية، يوم نجي نلقاها بالسومرية، اليوم نجي نلقاها بغير قناة نعرف. بس هاي السبب يعني نتمنى أن التطبيعية أن تتخذ قرار أو ترجع بقراراتها السابقة. طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الحكومة والجهات والمؤسسات المعنية بمتابعة إنجاز الملفات الخدمية ومشاريع البنى التحتية والمقترح إنجازها ضمن خطة عام 2019 في مناطق بغداد كافة. الكعبي وخلال استقباله عددا من وجهاء منطقة حي الصدرين ببغداد استمع إلى معاناتهم والمشكلات المتعلقة بقلة الخدمات داعيا إلى العمل مع الجهات المعنية لمعالجتها بالسرعة الممكنة لا سيما في موسم الأمطار. وقفة احتجاجية لصحفيي وإعلامي ذي قار بعد استقطاع جزء من أراضي قناة العراقية والاستيلاء عليها. صحفي المحافظة طالبوا رئيس الوزراء بوقف هذا الإجراء التعسفي ومحاسبة المقصرين وكشف الحقائق والجهات التي تقف وراء هذا الحادث. بعدما أنهكها الفساد مدينة الناصرية تشهد سابقة خطيرة في استهداف صوتها الوطني باستقطاع جزء من أرض مكتب قناة العراقية لتباع بثمن بخس تحت جنح الليل لجهات متنفذة وعلاقات إدارية واجتماعية وتحت ذرائع ومسميات. الأمر الذي دعا فيها الصحفيون لوقفة احتجاجية إزاء ما يحدث من انتهاكات لصوت العراقي الوطني. الأسرة الصحفية في ذي قار وقفت هذه الوقفة الاحتجاجية على استقطاع جزء من أرض قناة العراقية الواقعة عليها خلال من بداية سقوط النظام لحد هذه اللحظة. وقناة العراقية هي قناة صوت العراقيين جميعا وصوت المظلومين. حقيقة نطالب رئيس الوزراء ووزير البلديات بالتراجع عن هذا القرار لكون يضر بمصلحة إحدى القنوات العاملة في محافظة ذي قار وهي من القنوات المهنية الحكومية العاملة في محافظة ذي قار. الصحفيون رفعوا شعارات وأطلقوا دعوات مخلصة لأصحاب القرار الحكومي مناشدين رئاسة الوزراء بالتدخل وإعادة النظر في استهداف قناة العراقية وطن الجميع. هذه المؤسسة الإعلامية اليوم الاستيلاء عليها واستقطاع جزء منها هو الإهانة الحقيقية للمؤسسات الإعلامية ولنقابة الصحفيين. اليوم نطالب بتدخل فوري وحقيقي من قبل حتى نقيب الصحفيين بهذا الموضوع. يعني بناية تليق بقناة العراقية تأتي البلدية وغيرها يقولوا بنا لابد أن تسحب أو يأخذون جزء من قناة العراق. أعتقد هذا ظلم لمحافظة ذي قار أولا، للأسرة الصحفية ثانيا، للناس الفقراء من أبناء محافظة ذي قار. للعراقية الإخبارية محمد الهلالي الناصرية. غرقوا شوارع المثنى بمياه الأمطار، مشهد بات يتكرر كل شتاء بسبب تقادم البنى التحتية. وفي ظل غياب الإجراءات السريعة للمعالجة تستمر معاناة المواطنين لا سيما التلاميذ أثناء توجههم إلى مدارسهم. معاناة كبيرة يعيشها الطلبة يوميا عند ذهابهم إلى المدارس بسبب الشوارع التي ملئت بالأطيان والمستنقعات المائية. حي الحكم وأحياء أخرى بمدينة السماوة تعاني شبح الإهمال الذي لحق بها نتيجة الأمطار في كل موسم. الطفل الصغيرون الله شاهد ما يقدر يعبر من وراء البحيرات، هاي مطرت شوفه كلها صارت طينة وماي. الله شاهد ذاك اليوم الطفل ما قدر يعبر منه. عشرات المليارات صرفت على مشاريع البنى التحتية
لكنها لم تنفذ بصورة صحيحة، مما سبب هدرا في المال العام وتقصيرا في المستوى الخدمي. والله لا مشروع عنده غرضه ولا مشروع فاشل، وأصلا مدوا البوريات وسووا منهولات وما عرفنا شنو يعني الصيغة من عنده، مجرد ما تصريف أمطار. كان تصريف أمطار هي الأمطار تستمر شهرين ثلاثة وتنتهي، المجار اللي نمته تبليط لليمته. صار أنا من 2005 لحد الآن بحي الحكم ما حد ما شفنا أي تغيير بها، بالعكس من أسوأ إلى أسوأ. نريد نسأل المسؤولين الموجودين بالمحافظة، المسؤولين اللي بالدولة المركزية، الحكومة المركزية، نريد نشوف الأموال اللي انصرفت للحكم، هل للمجاري أو لغير شيء، ما جاي نعرف. فإحنا معاناتنا هاي موجودة صار لها سنين. ويعيش المواطنون معاناة كبيرة بسبب الوصول ومرور وسائل النقل على حد سواء، وهم يمنون النفس بخدمات مثالية وفتح تحقيقي بمحاسبة السراق والمفسدين الذين أخروا إنجاز هذه المشاريع. مع هطول الأمطار تزداد معاناة الكثير من المواطنين داخل أحياء مدينة السماوة بسبب غرق الشوارع وتحولها إلى كتلة من الأطيان، مما يشكل صعوبة في وصول الطلبة إلى المدارس. للعراقية الإخبارية علي كريم، المثنى.